البوري، الشبكة الجديدة اللي معمولة مخصوص عشان البوري، الشبكة العايمة البدر ستار. النهاردة 24/7/2020 الجمعة المعدية، الشبكة الناعمة الجديدة بتاعت بدر ستار مخصوص للسمك البوري. بسم الله ما شاء الله، توكلنا على الله. غماز ويعمل زوم، طبعا مركبين غماز متناسب مع شبكة البوري. دلوقتي الغماز بدأ يغمز، اعمل زوم، بدأ الغماز بيغمز، نستنى شوية لحد ما نشوف فيه سمك بوري داخل على العجين اللي احنا عاملينه مخصوص. واضح التصوير؟ نبدأ نسحب شبكة الغمزة. كتر والغماز غطس نهائي، نبدا نسحب نشوف الشبكه الجديده بتاعه البوري الناعمه دي مخصوص تصنيع بدر ستار مخصوص للسمك البوري، بنجربها النهارده في المعديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشبكة العايمة الناعمة للبوري، المقاس الجديد والشغل الجديد للبوري فقط، الشبكة العايمة بدر ستار. ستوب. يلا الأستاذ سامي بيسحب الغماز، غمز معاه بتاع الشبكة العايمة بتاعت البوري بتاعت بدر ستار، بدأ يسحب. الأستاذ سامي غطست، لا اسحب بس سامي، برافو، غطست الغماز، غطس اكتر من مره، ان شاء الله فيها المره دي. هنشوف بقى الاستاذ سامي هيجيب ايه. ما شاء الله، بوري بوري، الشبكه العايمه بتاعت البوري ما بتجيبش غير البوري، صح يا استاذ سامي؟ تمام مظبوط. ايه رايك في الشبكه يا استاذ سامي؟ نسلك بقى، احنا نساعد استاذ سامي ونسلك معاه.